سافتح الشاشه الاولى في هذه الحلقه وعنوان هذه الشاشه صوره اجماليه عن التطبيع لن اذهب في التفاصيل الصغيره والدقيقه ولن اذهب في البحث في كل جزئيه تاريخيه فهذا سيحتاج الى وقت طويل انني ساختصر بقدر ما استطيع وساحاول ان اجعل هذا الاختصار نافعا ومفيدا وان اضع الحقائق الواضحه بين ايديكم بقدر ما اتمكن لقطات سريعه من تاريخ الولايات المتحده الامريكيه لا يمكن لباحث لعالم لمحقق لمتخصص ان يتحدث عن التطبيع من دون ان يتحدث عن تاريخ اسرائيل وعن مشروع اسرائيل ولا يستطيع ان يتحدث عن تاريخ اسرائيل وعن مشروع اسرائيل من دون ان يتحدث عن الولايات المتحده الامريكيه غبي هذا الذي يتصور ان اسرائيل دوله منفصله عن الولايات المتحده الامريكيه هناك ارتباط مفصلي الى ابعد الحدود وهناك علاقه تتجاوز كل انواع العلاقات مع الدول المختلفه في العالم فيما بين الولايات المتحده الامريكيه وبين اسرائيل لا تنفك اسرائيل عن الولايات المتحده ولا تنفك الولايات المتحده عن اسرائيل باي وجه من الوجوه انني اشكل على هذا الذي يقول من ان الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل وجهان لعمله واحده لا اجد هذا الكلام دقيقا انني ارى في كل وجه من وجهي العمله ارى الولايات المتحده الامريكيه وارى معها اسرائيل لكن في وجه الذي يظهر للعيان صوره الولايات المتحده الامريكيه ووراءها اسرائيل وفي الوجه الثاني الذي يظهر للعيان صوره اسرائيل ووراءها الولايات المتحده الامريكيه فهما وجهان معا وبالتطابق والتواصل لكل وجه من وجهي العمله لكن في وجه يظهر للعيان رمز الولايات المتحده وفي وجه اخر يظهر للعيان رمز اسرائيل هذا ما استطيع ان اقرب به الفكره عن العلاقه الوثيقه والعميقه فيما بين الولايات المتحده واسرائيل انها علاقه وجود وما هي بعلاقه مصالح نعم هناك علاقه المصلحه فيما بين الولايات المتحده واسرائيل لكن حتى هذه العلاقه هي اقوى من علاقات المصالح فيما بين الولايات المتحده الامريكيه في داخل تلك المنظومه الوحدوية الفدرالية أليس الولايات المتحدة اتحادا فيدراليا فهناك ولايات تترابط فيما بينها وتلتقي فيما بينها على الكثير من المصالح مصالح الولايات المتحده مع اسرائيل ومصالح اسرائيل مع الولايات المتحده تتجاوز مقاييس المصالح فيما بين الولايات المتحده الامريكيه ضمن اتحادهم الفدرالي القضيه عميقه جدا يلتقي فيها الدين مع التاريخ مع الاقتصاد مع السياسه مع البرامج الاستراتيجيه المستقبليه قضيه معقده جدا العلاقه بين اسرائيل والولايات المتحده تاخذ عمقا تاريخيا وعمقا دينيا عقائديا وعمقا سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا للزمن القادم قضيه كبيره جدا لا اريد ان اتحدث اكثر من ذلك اعتقد انني استطعت ان اقرب لكم الفكره عن مدى قوه الترابط وقوه التواصل فيما بين اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه أعود إلى لقطات تاريخية سريعة عن الولايات المتحدة الأمريكية، القارة الأمريكية تاريخيا يذكرون لها أكثر من اكتشاف، وأنا هنا لست بصدد التوغل في التأريخ فالبرنامج ليس برنامجا لدراسه تاريخيه لكنني اذكر بعض المطالب لاجل الفائده والمنفعه كي يكون عندكم المام ولو بنحو اجمالي بالموضوعات التي اتناولها انني ابذل قصارى جهدي ان انقل لكم ثقافه نافعه مفيده وان تكون هذه الشاشه شاشه تنشر الوعي في مستوى الثقافه وفي مستوى العلم المعاصر وفي مستوى الثقافة الدينية الأصيلة التي تنمى جذورها وفروعها إلى قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم وإلى حديثهم المفهوم بقواعد فهمهم مثلما بايعنا في بيعة الغدير ونحن بذلك نتبرا من منهج نواصب السقيفه ومن منهج سفهاء الحوزه الطوسيه النجفيه التاريخ المشهور لاكتشاف القاره الامريكيه ألف وأربعمية واثنين وتسعين ميلادي وصلت الحملة البحرية التي كان يقودها كريستوفر كولومبوس وصلت في هذا التاريخ في الشهر العاشر وصل كريستوفر كولومبوس في الشهر العاشر من سنه الف واثنين وتسعين ميلادي وانتشر الخبر في العالم واهتم الغربيون الاوروبيون اكثر من غيرهم كثيرون ايضا وصلت الاخبار اليهم عن جنه الله في الارض هكذا كانوا يتحدثون عنها عن هذه الارض البكر عن ام الثروات عن ام الذهب جنه الارض هذه والتي عبر عنها بعد ذلك بمصطلح عالمي مشهور انه ال حلم الامريكي الاحلام الامريكيه التي تداعب فكر الناس في مختلف انحاء العالم على اي حال فهذه نقطه تاريخيه واضحه من ان اكتشاف القاره الامريكيه كان في سنه الف واربعمائه واثنين وتسعين اوروبا وماذا يجري في اوروبا وتحديدا وتحديدا هنا في بريطانيا ماذا كان يجري الاحداث تتقلب والصراع الديني كان محتدما خصوصا بعد ان تاسس المذهب المسيحي الجديد في المانيا المذهب البروتستانتي تاسس في المانيا ثم تبناه الملك البريطاني لحكايه فيها تفصيل ترتبط بالنساء وبعشيقه وبالفراش العالم تحركه هذه الاشياء العالم تحركه السلطه والمال والجنس في كل مكان وتحت ظلال السلطة والمال والجنس يتحرك شياطين البشر الذين يضحكون علينا رجال الحكم رجال الدين ورجال المال هؤلاء هم شياطين البشر اكثر البشر دهاء تحت خيمه السلطه والمال والجنس يتحرك هؤلاء رجال الحكم رجال الدين رجال المال تلك هي حكايه الانسان على وجه هذه البسيطه لا اريد ان اتوغل في هذا الاتجاه فتبنى الملك البريطاني المذهب البروتستانتي وحدث الصراع صراعات في بعض الاحيان تستمر لفتره طويله وفي بعض الاحيان تستمر لفتره قصيره فهناك صراع بين الكاثوليك والبروتستانت ولا زالت اثاره الى يومنا هذا في المملكه المتحده وهناك صراع بين اناس يقبلون اليهود ويتعطفون عليهم انني اتحدث عن تلكم الاوقات وبين اناس يرفضون اليهود وهذا موضوع له تفصيله ونشات في داخل الجو البروتستانتي حركات واتجاهات الحركه التطهيريه كان لها ما لها من النشاط والفاعليه هنا على ارض الجزيره البريطانيه أنا لا أريد أن أؤرخ لهذه التفاصيل لذا أحدثكم بشكل إجمالي هؤلاء التطهيريون وهم الذين يتمسكون بالكتاب المقدس بشقي العهد القديم والعهد الجديد ولا يعبؤون بأقوال القديسين وأقوال رجال الكنيسه انهم يتمسكون بالكتاب فقط بالكتاب المقدس هؤلاء التطهيريون رغم ان عددهم لم يكن قليلا جدا لكنهم تعرضوا للقمع في بريطانيا هنا ولذا هاجروا اكثر من مره الهجره الثانيه وهي الاهم هاجروا من بريطانيا الى البلاد الجديده الى القاره الامريكيه وكان ذلك في سنه 1630 ميلادي خرج التطهيريون البريطانيون الحركه التي قد يصطلح عليها الحركه البيوريتانيه انها الحركه التطهيريه يصطلح عليهم الطهرانيون يصطلح عليهم التطهيريون همو همو مجموعه خرجت من رحم المذهب المسيحي البروتستانتي الذي تاسس في المانيا وبعد ذلك انتشر واتسع في بريطانيا هنا في هذه البلاد التي نحن نحدثكم منها الان هاجر التطهيريون من بلادهم باتجاه الارض الجديده وهم يرسمون في مخيلتهم انهم سينشئون المدينه الفاضله من وجهه نظرهم الدينيه سينشئون مدينه الله المثاليه دوله الله المثاليه لما وصلوا إلى البلاد الأمريكية. سيطروا على جزء من تلك البلاد بمرور الأيام فأطلقوا على المناطق التي سيطروا عليها أطلقوا عليها هذا العنوان إسرائيل الجديدة أورشليم الجديدة المسيحيون البروتستانت علاقتهم مع اليهود تختلف عن علاقه المسيحيين الكاثوليك مع اليهود وهذا موضوع له تفصيله حتى في جهه نظرتهم وعقيدتهم بكتاب العهد القديم البروتستانت يتعاملون مع كتاب العهد القديم كما يتعاملون مع كتاب العهد الجديد ولربما يغالي بعضهم بعض رموزهم في ان يقدم كتاب العهد القديم على كتاب العهد الجديد هم لا يحبون اليهود حبا دينيا انهم يحبون اليهود حبا قوميا حبا تاريخيا موضوع بحاجه الى تفصيل وليس من مختصات هذه الحلقه وليس من الموضوعات التي اريد ان اتناولها وان اشرحها في هذه الحلقات لكن في بعض الاحيان ينسبق بعض الكلام بسبب تداعي المعاني فحينما اذكر صوره من الصور تتداعى صور اخرى فلا استطيع ان اغض النظر عنها فلا بد ان اشير اليها ولو بشكل اجمالي كي يتكامل المضمون وكي تتازر اجزاء البحث بين ايديكم كي تظهر بصوره واضحه وبينه كما قلت لكم فهؤلاء التطهيريون الذين جاءوا من بريطانيا واستقروا في البلاد الجديده الامريكيه اسسوا اسرائيلهم الجديده اورشليمهم الجديده انهم يتحدثون عن دوله المسيح في الالف السعيده التي تكون في نهايه الزمان على وجه هذه الارض تلك هي العقيده المسيحيه وهم ينتظرون نزول المسيح ينتظرون عوده المسيح فانهم يطلقون عليها اسرائيل الجديده واورشليم الجديده ليس حبا لليهود ولبرنامج اليهود وانما هو البرنامج المسيحي وفقا للقراءه التطهيريه البروتستانتيه ومثلما هاجر التطهيريون من الجزيره البريطانيه هاجر اليهود ايضا اليهود كانوا مقموعين في اوروبا ربما في بريطانيا كان الوضع احسن خصوصا بعد ان تبنى الملك البريطاني وتبنت الدوله البريطانيه انذاك المذهب البروتستانتي فسح لليهود مجال واضح على الاراضي البريطانيه ولكنهم مع ذلك هاجروا الى البلاد الجديده وفي اذهانهم ان يجعلوا من الارض هذه ارض الميعاد فالتقت مصالح اليهود الذين يخططون لارض ميعادهم مع التطهيريين البروتستانت الذين يخططون لاسرائيلهم الجديده لاورشليمهم الجديده ونشات شيئا فشيئا قوه هائله صارت امامنا اليوم انها الولايات المتحده الامريكيه هؤلاء كانوا يفكرون بهذا المنطق من انهم يحكمون العالم من تلك الارض اليهود فيما يرتبط بارض ميعادهم والتطهيريون فيما يتخيلونه من الدوله المسيحيه في نهايه الدنيا التي ستحكم الارض انها دوله يسوع فنشات فكره حكومه العالم على الارض الامريكيه من جذور الفكر الديني المسيحي واليهودي لكن الغلبه كانت للبروتستانت اعطيكم مثالا جو بايدن الرئيس الأمريكي المعاصر إنه الرئيس السادس والأربعون جو مختصر لجوزيف يعني يوسف جو بايدن جوزيف بايدن هو الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية كل الرؤساء هؤلاء بروتستانت نعم ربما كان هناك منهم من يقال عنه ربوبي والمراد من الربوبي هو الذي يعتقد بوجود اله لكنه لا يعتقد بوجود دين لكنهم في جذورهم يعودون الى البروتستانت في كل هذا العدد الكثير من رؤساء الولايات المتحدة الامريكية رئيسان فقط من الكاثوليك جون كندي وجو بايدن جو بايدن هو الرئيس الكاثوليكي المسيحي الثاني عبر هذه السلسلة الطويلة من رؤساء الولايات المتحدة الامريكية في الحقيقة الولايات المتحدة الامريكية يحكمها المسيحيون البروتستانت وتحديدا الغلبة للبريطانيين ومن هنا كان المذهب الاقوى سياسيا وماليا في الولايات المتحدة الامريكية المذهب الاقوى هو المذهب المسيحي البروتستانتي ومن هنا كانت اللغه الاولى في الولايات المتحده الامريكيه هي اللغه الانجليزيه القضيه واضحه الى اين اريد ان اصل أريد أن أقول من أن فكرة حكومة العالم نشأت في الأراضي الأمريكية ويعود ذلك إلى جذور دينية إلى جذور دينية بروتستانتية إنهم التطهيريون وإلى جذور دينية يهودية نحن اذا اردنا ان نجري دراسه على الاسباب التي جعلت الولايات المتحده الامريكيه بهذه القدره الهائله وفي الوقت نفسه فان الولايات المتحده الامريكيه مثل ما فيها هذه القوه وهذا الثراء وهذا الغنى وهذه الاموال الهائله فيها من الفقر المدقع ايضا فنظام الحياه في الولايات المتحده الامريكيه من جهه الطبقات الاجتماعيه ما بين الغنى والفقر يختلف عن نظام الحياه في بريطانيا او فرنسا او المانيا او سائر الدول الاوروبيه الغربيه لا اتحدث عن الدول الاوروبيه الشرقيه حديثي عن الدول الاوروبيه الغربيه لماذا لان الذين اثروا في البناء الفكري للولايات المتحده الامريكيه هم اولئك الذين تبنوا الفكر التطهيري والفكر اليهودي ولذا فان المجتمع الامريكي ينقسم الى طبقتين الى طبقه الرابحين وطبقه الخاسرين طبقه الناجحين وطبقه الفاشلين وهذه القضيه قضيه دينيه في جذورها وكل النظام الاجتماعي بني على هذه الفكره وحتى القوانين اسس النظام السياسي والاجتماعي والفكري في الولايات المتحده الامريكيه الفردانيه والفردانيه تعني الحريه الكامله للفرد قد يقول قائل ما هو هذا موجود في دول اوروبا الغربيه صحيح لكن هناك فارق بين الفردانيه الامريكيه انها تستند الى جذور دينيه وبين الفردانيه الاوروبيه انها تستند الى جذور علمانيه علمانيه بفتح العين وليست علمانيه مثل ما يقال لكم وغريب انني اشاهد قنواتنا الفضائيه ويخرج بعض العلمانيين العراقيين يتحدثون عن العلمانيه من انها علمانيه ومن انها ترتبط بالعلم وهذا هراء من القول مشكلتنا نحن في واقعنا العراقي واتحدث عن واقعنا الشيعي المتدين عندنا أم خربة أم رعبل أثول والعلماني أيضا كما يقول هو علماني العلمانية لا وجود لها في الثقافة الإنسانية لأننا إذا قلنا علمانية فإن ذلك ينسب إلى العلم لكن إذا قلنا علمانية فإنها تنسب إلى العالم والعلمانيه هي هذه اداره شؤون العالم بعيدا عن الدين تلك هي العلمانيه لا علاقه لها بالعلم العلمانيه اداره لشؤون العالم الدنيوي بعيدا عن الدين من دون الاصطدام بالدين العلمانيه لا تسمح للدين ان يدير شؤون حياه الناس لكنها تعطي للدين وللمتدينين الحريه الكامله في شؤونهم الدينيه تلك هي العلمانيه الحريه الفردانيه والمنهج الفرداني في اوروبا جذوره علمانيه اما الفردانيه والحريه الفردانيه في الولايات المتحده الامريكيه جذورها دينيه ولذا لا توجد قوانين تحددها ولا توجد قوانين تقدم العزاء للفاشل والخاسر بخلاف ما هو في اوروبا لان القضيه في اوروبا تعود الى العلمانيه الانسانيه موضوع كبير وربما قد يكون غريبا على اذهان الكثيرين لانه من الظاهر يبدو ان الحضاره الغربيه في الولايات المتحده الامريكيه وفي اوروبا وفي سائر الدول الاخرى التي تلتحق بهذا الركب يبدو انها متشابهه لكننا اذا اردنا ان نغوص في الجذور الفكريه والتاريخيه فان الامر سيكون مختلفا جدا البرنامج ليس فكريا البرنامج ليس تاريخيا لكنني لابد ان اوضح بعض المطالب والا فانني اذا اردت ان اغوص في اغواري هذه الموضوعات سيتحول البرنامج الى برنامج اخر سيتحول الى برنامج فكري وتاريخي وحينئذ سنحتاج الى جدوله وفهرسه للموضوعات بشكل اخر يختلف عن جدوله الموضوعات التي خصصت وجعلت لهذه الحلقات نذهب الى فاصل عن ابن ابي عمير عمن ذكره عن امامنا الصادق صلوات الله عليه قال قلت له ما بال امير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الاول قال لايه في كتاب الله عز وجل لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما قال قلت وما يعني بتزايلهم قال ودائع مؤمنون في اصلاب قوم كافرين فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر ابدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل فإذا خرجت ظهر على من ظهر من اعداء الله عز وجل جلاله فقتلهم زبده القول وصلنا الى ان جذر فكره الامبراطوريه الامريكيه انها الدوله العالميه والحكومه العالميه التي تحكم العالم جذر الفكره جذر ديني اصوله تطهيريه بروتستانيه ويهوديه في جهه اخرى من جهاته انني اتحدث عن المجموعات الاولى التي هاجرت الى الولايات المتحدة الامريكيه واثرت تاثيرا كبيرا في مسار الاحداث فيها الى ان نشات الولايات المتحده الامريكيه في اتحادها الفدرالي العظيم الذي هي عليه الان توماس جيفرسون وهو الرئيس الثالث من رؤساء الولايات المتحده الامريكيه شخصيه مشهوره جدا في التاريخ الامريكي توماس جيفرسون هو كاتب اعلان الاستقلال اهم وثيقه سياسيه ودستوريه وحضاريه في التاريخ الامريكي اعلان الاستقلال توماس جيفرسون كان له الاثر الكبير في اخراج هذا الاعلان لم يكن متدينا لا بدين البروتستانت ولا بدين الكاثوليك كان ربوبيا ممن يؤمنون بوجود اله ولا يؤمنون بوجود دين الذين يقولون من ان الاديان صنعها البشر لحاجه غريزيه او لمؤامره حاك خيوطها رجال الحكم ورجال الدين فاسسوا الاديان على اي حال لا اريد ان اخوض في هذه الجزئيه التي هي خارجه عن بحثنا كان ربوبيا دعوته للديمقراطيه معروفه دعوته لمبادئ الجمهوريه الحقيقيه مشهوره ودعوته للحفاظ على حقوق الانسان ولنشر فكر وعقيده حقوق الانسان امر معروف في سيره هذا الرئيس انه توماس جيفرسون هو الاخر كان يدعو الى امبراطوريه وفقا لهذه المبادئ ربما اصطلح عليها امبراطوريه العقل لانه لا يستند الى دين فاولئك التطهيريون ومعهم اليهود يتحدثون عن دوله مثاليه تحكم العالم عن امبراطوريه هي اسرائيل الجديده هي اورشليم الجديده الجذور دينيه هذا الرجل لا يعتقد بالاديان فكان يدعو الى امبراطوريه العقل التي تعتمد الديمقراطيه مبادئ الجمهوريه وهي القواعد والقوانين التي اسست عليها الولايات المتحده الامريكيه حقوق الانسان والحريات العامه تلك هي امبراطوريه العقل توماس جيفرسون حكم الولايات المتحده الامريكيه دورتين من سنة 1801 ميلادي إلى سنة 1809. اختلفت ظروف الولايات المتحدة الأمريكية ما بين أوضاعها الاقتصادية وما بين مشاكلها الداخلية وكثيرون من قادتها وزعمائها كانوا يريدون ان ينكفئوا على انفسهم بعيدا عن العالم الخارجي وهذه فكره اول رئيس للولايات المتحده الامريكيه جورج واشنطن فكرته ان يؤسس دوله عظيمه لا علاقه لها بدول العالم الاخرى ونحن نتحدث عن القرن الثامن عشر وعن اواخر القرن السابع عشر حيث المسافات البعيده لا كعالمنا الذي نعيش فيه اليوم حيث يصفه البعض بالقريه الصغيره ويصفه اخرون بالكوخ الصغير لقد قرب البعيد وتلاشت المسافات وما بقيت التضاريس الارضيه والموانع الجغرافيه من بحار ومحيطات وجبال ومساحات صحراويه هائله تلاشت كلها في عصر معجزات التكنولوجيا هذا هو الذي عليه عالمنا اليوم على اي حال ولا بد ان نشير من ان اكبر الفضل واعظم الفضل في كل هذا هو للولايات المتحده الامريكيه قطعا لا يمكننا ان نغمط حق العلماء في كل انحاء العالم لكن الحظ الاوفر والقسط الاكبر سيبقى للولايات المتحده الامريكيه تلك حقيقه تاريخيه وحقيقه علميه وامر واضح جدا للذي يريد ان يتتبع هذه العناوين في تاريخها وفي اساس وجودها وبالنتيجه فان الولايات المتحده الامريكيه هي مكان اجتمعت فيه مواهب العالم من كل بلدان الارض وليس من بلد واحد الولايات المتحده الامريكيه مساحه كبيره هاجر اليها اناس كثيرون من مختلف اصقاع العالم وتوفرت فيها الاسباب بنحو لم تتوفر في مكان اخر من العالم فكان الذي كان على اي حال فالامبراطوريه الامريكيه جذورها دينيه حتى الذي لم يكن متدينا توماس جيفرسون كان يدعو الى امبراطوريه العقل وتمر الايام وتمر السنون الى ان تحدث الحرب العالميه الاولى وتنشا حاجه لمنظمه لهيئه تحاول ان تسيطر على اوضاع العالم كي تمنع الحروب او تكون نواه لحكومه عالميه فنشات عصبة الامم نشات في سويسرا بداياتها كانت في سنه 1919 ميلادي بعد انتهاء الحرب العالميه الاولى وكان للأمريكان ما كان من دور مهم في تأسيس هذه المؤسسة في تأسيس عصبة الأمم ويلسون الرئيس الأمريكي كان له من الدور الكبير في إيجاد هذه المؤسسة لكن الغريبة أن الكونغرس الأمريكي صوت على عدم دخول الولايات المتحده الامريكيه عضوا فيها وما دخلت الولايات المتحده الامريكيه عضوا في عصبه الامم لكن عصبه الامم فشلت وحدثت الحرب العالميه الثانيه وبدا الحديث عن تأسيس منظمة جديدة لكنها لا بد أن تمتلك القدرة على كبح جماح الدول التي تكون معتدية فلا بد من حكومة عالمية ومن هنا أنشئت هيئة الأمم المتحدة سنة ألف وخمسة 1945 ميلادي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية والتي لا زالت موجودة إلى اليوم وأنشئ بجانبها مجلس الأمن. مجلس الأمن أعضاؤه الدول الكبرى التي تمتلك القوة العسكريه والسياسه والاقتصاد كي يشكل حكومه عالميه لذا فان قرارات مجلس الامن لها ما لها من الخصوصية أن تفعل على أرض الواقع قطعا إذا أراد مجلس الأمن أن يفعلها بخلاف قرارات هيئة الأمم المتحدة فإذا أرادت هيئة الأمم المتحدة أن تفعل قرارا مهما لا بد أن تعود إلى الحكومة العالمية التي تتشكل تحت هذا العنوان مجلس الامن كل هذا حراك باتجاه امبراطوريه حقيقيه لحكومه العالم الى ان وصلنا في نهايات الحرب البارده ان استطاعت الولايات المتحده الامريكيه ان تفكك الاتحاد السوفيتي وكان ذلك في نهايه السنه 1991 في الأيام الأخيرة من الشهر الثاني عشر سنة 1991 تفكك الاتحاد السوفيتي إلى غير رجعة وتفردت الولايات المتحدة الأمريكية في الهيمنة على العالم ولا زال الأمر جاريا الى هذه اللحظه تفكيك الاتحاد السوفيتي حكايه لها تفصيلها الذي فكك الاتحاد السوفيتي هو ما جرى في بولانيا انها منظمه التضامن العماليه نقابة التضامن العمالية التي كان يقودها البولوني كان عامل كهرباء ليخفى ونسى والذي تربطه ببابا الفاتيكان آنذاك علاقة وثيقة وبابا الفاتيكان آنذاك كان بولونيا كل ذلك كان مخططا أمريكيا البابا جون بول الثاني كان له من الأثر الكبير في تفكيك الاتحاد السوفيتي الفاتيكان من جهة ونقابة التضامن العمالية بقيادة ليخ فاونسا والذي صار بعد ذلك رئيسا لبولونيا وكذلك ما جرى من حدث في افغانستان حينما بدات القوات السوفيتيه القوات الروسيه تتلاشى شيئا فشيئا خصوصا بعد ان بدات صواريخ ستنغر تتسرب الى المقاتلين الافغان من الولايات المتحده الامريكيه فاسقطت الطائرات ودمرت الدبابات الحكايه بكل تفاصيلها وتفكك الاتحاد السوفيتي اتمنى ان اجد فرصه كي احدثكم عن هذه التفاصيل ولكني ماذا أصنع للوقت إنني أختصر الحديث بقدر ما أستطيع إلى حدود الممكن وصلنا إلى 1991 حيث تفكك الاتحاد السوفيتي وتفردت الولايات المتحدة بهيمنتها على العالم ففي كل مكان نصبت قواعدها واخذت اساطيلها تجوب المحيطات والبحار واقمارها الصناعيه تسيطر على كل شيء ولا زالت تتحرك بهذا الاتجاه لقد بدا برنامج العولمه في الثمانينات منذ بدايه الثمانينات وقد نجح هذا البرنامج نجاحا مذهلا لا كما يحدثونكم من ان برنامج العولمه قد اصابه الفشل نجح برنامج العولمه انها العولمه الامريكيه لقد تحكمت بمفاصل الاقتصاد العالمي ولقد نشرت ثقافتها في كل مكان من المستويات البسيطه من اللباس والطعام والشراب والعطور والمكياج والمظاهر والفاشن الى الطائرات والى اكثر الاجهزه تعقيدا لقد حكموا العالم عبر الانترنت عبر مايكروسوفت عبر ابل حكموا العالم عبر جوجل حكموا العالم عبر فيسبوك حكموا العالم في جميع الاتجاهات وتسللوا الى مخادعنا الى مخادع نومنا يعرفون اسرارنا وتفاصيل حياتنا هؤلاء الرؤساء والملوك ليس عندهم من سر الا والاجهزه الامريكيه تتلصص عليه وتتحكم به فصارت اسرار العالم بيدهم انهم يحكمون العالم يتحركون باتجاه الامبراطوريه الامريكيه. في اواسط التسعينات انتقلنا من مرحله العولمه الى مرحله الامركه. ولا زالت مرحله الامركه مرحله متحركه في واقع حياتنا اليوميه. حتى هؤلاء الذين ينادون بالموت لامريكا هم داخلون في مرحله الامركه رغم انافهم ان لم تدخلهم التكنولوجيا يدخلهم الانترنت مرادي بالتكنولوجيا مختلف النتاج التكنولوجي في عالم الطب في عالم الاتصالات في عالم وسائل النقل، في عالم العسكر تارية وفي سائر جهات حياة الدول وحياة المجتمعات إن لم يدخلوا في الأمركة من جهة التكنولوجيا سيدخلون من جهة الإنترنت إن لم يدخلوا من جهة الإنترنت فسيدخلون من جهه المتعه والاعلام والسينما و و و وديزني و لاند فان لم يكن من هذه الجهه فان انوفهم سيرغمها الدولار الدولار سيرغم اناف الدول والدول التي عاندت الدولار تحطمت داخليا الشواهد امامنا تلك هي الامبراطوريه الامريكيه هذه الامبراطوريه الامريكيه هي بمثابه ابروفا بمثابه صوره قريبه من الدولة العالمية المسيحية وفقا للرؤية التطهيرية وكذلك هي بروفا للدولة العالمية اليهودية وفقا للرؤية اليهودية الدينية انها الولايات المتحدة الامريكية نذهب الى فصل